مجمل ترحيب بمقر قيادة شرطة محافظة نينوى. قيادة شرطة محافظة نينوى خصصنا يوم في كل أسبوع للقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين عاملين في وزارة الداخلية ومفاصلها، وكذلك اللقاء بعوائل الشهداء والجرحى والأخوة المواطنين الأعزاء الكرام للاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي يعانون منها وإيجاد الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مهامنا لخدمة البلاد والمحافظة إن شاء الله.